السن بصير يحس بمشاعر، بده مشاعر أكثر، بده أحاسيس أكثر، بدك تداريه، بدك تسايره، بدك تمشي معاه زي ما بده، بتحس إنه صار مشاعره مشاعر طفل. خطرت ببالي فكرة، على أساسها رسمت سكتش على ورق، بعد الورق نفذتها بطريقة مجسم صغير. المجسم الصغير هذا منه بتاخذ كل القياسات، على أساسه عملت المجسم الكبير.